بعد الخروج من بطولة أفريقيا أصبح ما عندناش أمل غير بطولة الدوري وبطولة الكاس. كان عندنا ماتش مهم في الكاس مع حرس الحدود، كان مهم إن احنا نكسب علشان لو كان حصل أي دروب كنا هنطلع من البطولة وهنبقى ودعنا بطولتين في وقت مبكر، وده كان هيبقى شيء صعب جدا على الجماهير وعلى كل مشجع للزمالك. بس الحمد لله يعني ربنا أكرمنا وكسبنا حرس الحدود في الكاس وتأهلنا الماتش للدور اللي وراه وهنقابل الإسماعيلي. أما بالنسبة للدوري، إحنا المفروض كل ماتش في الدوري نحاول نستفيد منه، نجمع أكبر قدر من النقاط، لأن مش مهم في بطولة الدوري الأداء، أهم حاجة النتيجة. أنت تجمع نقاط كتير وبصرف النظر عن أدائك في المباراة، أهم حاجة النتيجة. طيب إحنا كسبنا كذا فرقة، كسبنا إنبي، كسبنا البنك الأهلي، الإنتاج الحربي، سموحة، إحنا الفرقة الوحيدة اللي كسبنا سموحة، كسبناها رايح جاي. كان عندنا ماتش مهم مع طلائع الجيش، كسبنا. كل دي أدم بتكسب، كل دي نتائج إيجابية. طيب اتعادلنا مع المقاولين، اتعادلنا مع بيراميدز. طيب بيراميدز اوكي، دي فرقة قوية وفيها لعيبة كبار، فالتعادل معاها ما يسيئش لي خالص، وكمان احنا متعادلين في الوقت الضايع بضربة جزاء. طيب ليه بقى تتعادل مع المقاولين وانت كاسب؟ النتيجة كانت 2-1، غلطة من جنش نزل الكرة في ال18، لاعب المقاولين لقاها قدامه وعمل عليها الفول وحطها، خرجنا متعادلين وضاع مننا نقطتين. تمام. طيب ليه انت ما تحافظش على التقدم بتاعك؟ فانا بدعي كل لعيبة الزمالك يكون عندهم روح ويلعبوا بنفس الروح اللي لعبوا بيها ماتش طلائع الجيش، يلعبوا لآخر دقيقة. كنا مغلوبين 1 وكسبنا 2-1، فاحنا لازم نتقدم ونحافظ على فرق النقاط ونحاول ان احنا نبعد بالفارق اكتر واكتر، ونحاول ان احنا ما نهدرش اي نقاط. اشوفكم الفيديو الجاي، مع السلامة.